من أجل دراسة وإعداد المشاريع الزراعية، عقد صباح اليوم الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية عبد الكريم تجاني كايبرو اجتماعا ضم الخبراء والفنيين بالوزارة. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالوزارة بحضور العديد من الخبراء والمعنيين. تقرير حليمة السعدية. تعتبر الزراعة في تشاد من أهم أوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تولي الحكومة اهتماما بالغا نحوها، وعليه جاء هذا اللقاء الذي حضره العديد من المسؤولين في المشاريع والبرنامج التابعة لوزارة الزراعة تحت إشراف الأمين العام لوزارة الزراعة التجاني كايبرو. كما يهدف هذا اللقاء مناقشة ودراسة المشاريع بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار التي تخص قطاع الزراعة في البلاد. من ناحيته الأمين العام لوزارة الزراعة أوضح في حديثه حول أهمية مناقشة المواضيع التي تسهم في تعزيز وترقية القطاع الزراعي في إطار الأنشطة العادية لوزارة الزراعة، ومن خلالها نحن وقفنا وتناقشنا في ثلاث نقاط أهمها هي يعني عملية إعادة بعض البرامج وبعض المشاريع الزراعية الممولة من التمويل الخارجي، خاصة من ممولين في المجال الزراعي. يجير بالإشارة أن هذا اللقاء استغرق زهاء الساعة والنصف، وذلك من أجل حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة.